عندي أنا حامل في الشهر الرابع، نعم. وحبيت فقط نسألك عن التحميلات، هل تفطر أم لا؟ تحليلات دم، لا تحميلات. تحميلات، لا لا تفطر، التحميلات لا تفطر. لأنه يعني في لا، هذه الأيام عندي ألم شديد صومك وحبيت صحيح، أتابع. صومك صحيح، لا تفطرك، وأسأل الله أن يتم عليك حملك بالخير يا رب العالمين.